النبي. ايه ده؟ مرايه. ام الستات بيحبوا يشوفوا نفسهم قبل القتل وبعد القتل. قال بيطلع نمش ولا ما بيطلعش؟ ما انا اللي هموت. يا رب بلاش مسدس، بلاش مسدس. جاي عليا. ايه ده؟ جاي عليا. هو انت؟ ايه ده، انا مش موجود اصلا. ولا مش انت؟ لا مش انا. لا شكلك انت. والله ما انا. ولا مش انت؟ مش انا. لا انت. مش انا، مش انا، مش انا، مش انا يا سياده القاضي. خدوني حته لحمه سوده، كسروا لي اسناني. ايه ده؟ ايه؟ هو انت؟ لا والله ما انا. نفس العين، نفس الودن، نفس المناخير، نفس البق. هو حضرتك عندك كلب شبهي؟ مش انت اللي حاطط صوره احمد عز على البروفايل بتاعك؟ ايوه انا اللي حاطط الصوره دي. بس انت ما ينفعش تحط صوره احمد عز. امال احط صوره مين؟ شكوكو. شكوكو او ريكو، يعني اختار. ايوه طب هروح احط الصوره واجي. تعالى هنا. إيه؟ انت مش فاكرني؟ لا والله مش واخد بالي. انا اللي عملت لك بوك على الفيس. عملت لي ايه على الفيس؟ بوك. لا هتشتمي هشتي. بقولك عملت بوك. ما انا ممكن اعمل لك بوك واللي جابوك. انا فاهم التكنولوجيا كويس. افهم. انا اللي قلت لك هاي. انت اللي حاطه صور انجلينا جولي؟ ايوه انا اللي حاطه صوره انجلينا جولي. يا بنت اللذينه. يعني ايه ده؟ هو انت كده اسمها ايه دي؟ ايه؟ انت الاكونت بتاعك اللي اسمه قشطه؟ وانت حلاوه؟ حلاوه. يا فرحتك يا مصطفى بامراه. لا لا مصطفى، هتعملوا عليا حفله؟ لا ما بحبش انا كده. إيه؟ ما تضايقنيش. انت بتتلككي يا ولد. انا متفق على نفر واحد. انت بجوه. ايه اللي متفق على نفر واحد؟ لا وما تقولش سير مصطفى دي تاني. الحقني يا مصطفى. مفيش حاجه. اصل مصطفى ده اسم جوزي. بجد؟ صدف. بس ولا يهمك منه، ده عامل زي القله في البيت اصلا، ملوش اي لازمه. بجد؟ ده كله على بعضه قد كده اهو. قد كده اهو؟ قد. وعارف واحنا خارجين باخده عليا ونمشي. يا سلام. شفت اديني عقلك؟ هو اللي كان بيطلع من الصندوق. ده شكله هفع قوي مصطفى ده. ده انا بكرته على قفاه. بتاعتك يا باب. لا لا حجز عليها شويش مرغاني، حجز عليها. امرك يا باشا. يا باشا زرتنا البنت دي بتاكل عيال بره. ايه اللي جابك هنا؟ ما 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 يا اخت مصطفى افهمني. انا احنا انا ايه؟ انت ايه؟ انا ايه؟ انت ايه؟ لا لا يا مصطفى. ايه اللي جابك هنا؟ ده انا كنت جاي اجيب ربع جبنه وبجنيه لبن. ايوه ايوه حضرتك ليكي 75 قرش باقي وكارت شحن. ايوه ايه هو ده؟ لبن اللي جاي تجيبيه من الكافيه. مش ده كافيه بافلو؟ بافلو. الجاموسه. الجاموسه يا جاموسه. تعالي تعالي، ده انا هقتلك. الظهر عطلت. بقول لك إيه؟ ايه، انا هجيب التاني وانتش على طول انت زقه بس. مصر. كمل انت وانا هضرب شماريخ هنا. كمل ان شاء الله هنكسب. كان حتى هتخش الاستاد. تعالى استاد. ايه دي مراتي؟ مراتك. خد اقول لك بقى، مراتك هي اللي عامله اكونت قشطه اللي بتكلمك وجات قبلك. يا بيه يا حلاوه. ما تقولش حلاوه دي قدامها. ما تقولش انها حلاوه. يا حنام بس انت مظهر ابو النجا يا حلاوه. اسكت. حلاوه؟ لا حلاوه ايه، انا مش حق. انت قشطه؟ لا مصطفى قلت لك والنبي يا مصطفى. لا لا مصطفى. لا يا مصطفى. شعري 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 يا مصطفى. بس بس جيم اوفر. هات انا اكمل. بتشتغلوني؟ طب بتضربها بالهوا؟ ما تعمل اي منظر رجوله قدامي واضربها. اخرس اخرس. كل يوم من ده علقه ولسه ما تروحي في علقه زيها. لا يا مصطفى عشان. لا يا مصطفى انا مش قادر اصدق، والله العظيم ما قادر اصدق. ما كانش عشمي كده يا طيري تسيبني وتحوم على غيري. بص انا مش معترض ان مراتك بتخونك وانت بتغني، ده كل واحد وبروده يعني. بس انا في نقطه، ما كانش عشمي كده يا طيري. طيري دي عايده على الحجه. ده انتوا هتولعوا في جهنم اقسم بالله. يا عم احنا عيله مجامله، مالكش دعوه بينا. بتقعدوا في البيت بقى تقولوا يا بيبي وعصفوره حياتي. وعصفوره الجهنم مالكش فيه يا حبيبي. في بيتكم بقى ومحدش سامعكم. ما تبصوش في ودنك. بقول لك هنفخك. ماشي اتفضل يا بيبي. مصطفى يا حبيبي. مصطفى حبيبي. عشان خاطري. ايه؟ ضغط عالي. ضغط عالي. هاتولي حبايه الضغط ونص فرخه. مش قادر. هتبلع الحبايه بنص فرخه؟ مش قادر والله. مش قادر. طب خلاص تعالى. تعالى بتخني. تعالى لا بس تعالى ريح. بتخني. بس بس بتخني. الشك هيجنني. لا شك. لا يا مصطفى. الشك هيجنني. مصطفى عشان خاطري. التقل هيموتني ياما. بس بس خد خد اشرب العصير ده. بس انت اللي هتدفع حساب. ما هات بقى.
ده؟ خالد احنا اصحاب من زمان صح؟ بيتهيألي كفايه كده. لا مش كفايه خالص، انا محضر لك مفاجاه. ايه؟ احنا هنفضل اصحاب تمام؟ وبالمناسبه دي وبمناسبه الفالنتاين خد مراتي دي هديه. يلا وعليها مروحه فوقيها كمان. لا انا ممكن اخد المروحه وتخلي مراتك معايا. لا والله ده عرض على بعض وانا والمروحه مع بعض. معلش حضرتك دي رابع مره جينا معايا الضمان. هنعمل ايه؟ شركه معفنه هنعمل ايه فيها؟ وانا في شركه رنين. معلش انت هتديني المدام بتدبسني فيها؟ مفيش الكلام ده خلاص. انا اتصرفوا انتوا مع بعض وتصالحوا. يا مصطفى عشان خاطري يا ما مصطفى ما تقوليليش مصطفى، ده انا حاسس ان انا مش مصطفى، حاسس اني كريم. قولي لي يا كريم. ماشي ماشي خلاص عشان خاطري. ايوه بس كده استهدوا كده وصلوا على النبي. ما احنا مستهدينا بس صلوا على النبي كده ما بينكم. يا حبيبي يا حبيبي اخير. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء النور. سايبين الشغل وقاعدين هنا يا اساتذه؟ عامل لي خناقه في الشغل عشان تيجي تقعد في الكافيه ولا ايه يا استاذ مصطفى؟ والله يا استاذه ما حضرتك جاي تقعد في الكافيه برضو عادي يعني. ايه ده انت هترد عليا ولا ايه؟ لا يعني انا اسف. انا جاي اقعد في الكافيه لان انا كنت في الشهر العقاري جنب الكافيه. بخلص ورق الراجل هيجيبه لي على هنا. انت ايه اللي جايبك هنا؟ انا سايب الشغل وجاي على هنا ليه؟ رد عليا يا استاذ، مخصوم منك 10 ايام، دي اول حاجه. انا هرد على حضرتك، هو والمدام كانوا متخانقين فانا كنت بصلح بس ما بينهم. انت اساسا بتشتغل ايه؟ انت بتشتغل ايه عندي في الشركه؟ انا الساعي بتاع الشركه. وايه القلاطه اللي انت فيها دي؟ مش واجهه الشركه. اتفضل روح. هروح اجهز الفنجان بتاع حضرتك. اتفضل يا رب. اتفضل يا استاذ. انا فاهم حضرتك، يعني مصطفى كان بيصالحني في الكافيه، وانت لو خصمت منه كده هو هيكرهني اكتر ما هو كرهني. حضرتك المدام؟ انا طبعا مقدر يعني شعور حضرتك ومقدر قد ايه ان انت خايفه على جوزك، بس ده كلام فارغ. يسيب الشغل في وسط الشغل وعليه التزامات؟ انا راجل بلتزم معاهم هم يلتزموا معايا. صح حضرتك عندك حق، بس معلش عشان خاطري. حضرتك خاطرك على عيني وعلى راسي يعني، وخصوصا ان حضرتك بتفكريني بحد عزيز عليا يعني. خطبتك؟ لا يعني مين؟ والدتي الله يرحمها. نفس يا سبحان الله نفس الملامح؟ لا خالص. طب الشعر؟ لا كان شعرها طويل وقفل حاجات. طب العود؟ ده عود ماما وخالاتي يعني. طب في ايه حضرتك؟ نفس الحلق سبحان الله، كانت بتمشي الشخل اللي في البيت زي حضرتك كده. ربنا يخليك، بس والنبي ما تغصبش من مصطفى حاجه عشان كده هو هيكرهني. حضرتك ده شغل ولازم يلتزم، لكن كده ما ينفعش طبعا. معلش كده ما ينفعش حضرتك. لان اتفضلي يا فندم سير بتاع حضرتك. ايوه هاتوا. اتفضل يا فندم. اتفضل انت. احنا خدامين الجزم يا فندم. اتفضل يعني روق اعصابك وهدي دمك كده. يا ماما يا شوفي قلت يا ماما غلطت يعني. معلش معلش اتفضل حضرتك. ماشي شكرا. العب. شكرا. العب. يا طعمه غريب شوية. عموما يا سيدي العشر أيام رجعوا لك تاني خلاص، وهديك شهرين مكافأة.